هذا هو الحال بعد العمليات العسكرية، فأهالي الطارمية ينعمون بالأمن والأمان، لكن بضعة دواعش حاولوا أن يعكروا صفوها، فكان الرد قاسيا من أبناء الجيش العراقي. مشاهدينا الكرام، ننقل لكم تفاصيل العملية الأمنية التي جرت في الطارمية. بتوجيه ومتابعة السيد قائد عمليات بغداد المحترم وبجهد استخباري متميز وبتعاون تام مع المواطنين، نفذت قطاعاتنا في المتمثلة باللواء 59 والقطاعات المتجحفلة معه عملية لصد تعرض إرهابي من قبل أحد الإرهابيين الخطرين، واللي نفذ عدة عمليات إرهابية ضد المواطني قضاء الطارمية الكرام وضد قطاعاتنا الأمنية، وقد أسفت العميع عن قتل هذا المجرم الخطير الذي يحمل سلاح متطور ومزود بناظور حرام متطور وبرمانات يدوية وعدد من الأسلحة. سيادة القائد، يعني تتوقعون أنه ممكن تكون ردة فعل لجيوب الإرهاب أنه يحاولون مرة ثانية التعرض على القطاعات؟ قطاعاتنا في اللواء 59 واللواء 22 مستعدة للتعامل مع هذه الخلايا الإرهابية النائمة، وعملياتنا مستمرة. اليوم تم العثور على عدة أكتة الاعتاد، أيضا في مقاطع اللواء مقاطع مقر مسيطرة الزيدان تم اعتقال أحد المتهمين الإرهابيين الخطرين، وعملياتنا مستمرة للقضاء على كل الخلايا الإرهابية. تم توجه قوة في منطقة الغزيرية وتم الاشتباك مع الإرهابي وقتله. مدة الاشتباكات هي حدثت بعد الساعة 1900، انتهت الساعة 2000، انتهى الموقف انحسم، بس بقينا مطوقين المنطقة إلى أن صار الصبح ولقينا جثة. كان العالم يتحدث عن سور الصين، لكنه اليوم يبدي إعجابه بسور الوطن الحصين. إنه جيش العراق، مفخرة التاريخ. سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.